أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وسلطانه القديم وبين قول أهل السنة والجماعة بأنه لم يثبت وصف الله تعالى بالقديم لا في الكتاب ولا في السنة؟ هذا وصف لسلطان الله، ما هو وصف لله. الله ما يقال القديم، وليس من أسمائه القديم، وإنما من أسمائه الأول، الأول والآخر والظاهر والباطن. فمن أسماء الله الأول وليس من أسمائه القديم، إنما هذا وصف للسلطان وسلطانه القديم. فسلطان الله جل وعلا قديم، ليس له بداية. نعم.